Hello Junior 5, how are you today? I'm Miss Amira from Facebook group يلا نذاكر ساينس مع ماما. النهارده ان شاء الله هناخد lesson 2 من unit 2 it's about urinary system وهنجاوب مع بعض على الاسئله الاختياري from number 47 to number 80. اوكي، بس قبل ما نبدا لو سمحت اعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو. انا لما باكل جسمي بيهضم الاكل وبيستفاد من الدايجستد فود، وكمان بتنفس يعني بدخل لجسمي الاكسجين، فكده انا وصلت وبقى عندي طاقه بيديني انرجي. يعني لما باكل اكل مهضوم، لما جسمي بيهضم الاكل وباخد غاز الاكسجين بيديني انرجي اللي هي الطاقه اللي بتقدر تخليني امشي والعب واتحرك، وبيطلع ويستس. ويستس يعني فضلات، يعني حاجات جسمك مش عاوزها. هو ده الدرس بتاعي النهارده، هتكلم عن الويستس دي، الفضلات اللي جسمي مش عايزها وازاي جسمي هيقدر يتخلص منها. When we eat, blood carry digested food and oxygen to all body cells. لما بناكل الدم بتاعي بيوصل لجسمي كله digested food، اكل مهضوم، واكسجين. Digested food plus oxygen هيدينا energy وهيطلع wastes. الwastes دي ليها نوعين، solid wastes و excretory material. ال solid wastes دي اللي هي البيل ستول، اللي هي الحاجات اللي لونها بني دي اللي بنطلعها في التويلت. اوكي طيب، والاكسكريتوري ماتيريال دي الويستس اللي السيل بتطلعها، يعني السيل اللي بتاخد الحاجات المفيده، والسيل اللي هي النقطه اللي بتكون جسم دي بتطلع حاجات هي احنا مش عايزينها. فالويست اللي بتطلع من السيل هنسميها النهارده اكسكريتوري ماتيريال. مش عايزاك تستعجل، انا هشرح لك دلوقتي بالتفصيل السوليد ويست والاكسكريتوري ماتيريال، بس انا عاوزاك دلوقتي في السلايد دي تعرف ان digested food plus oxygen يدينا energy and wastes. انت دلوقتي لما بتيجي تاكل بتاكل خضار وفاكهه وفراخ وبتشرب ميه. طيب جسمك بياخد الحاجات المفيده من الاكل اللي انت اكلته ده، بياخد الحاجات المفيده يروح يديها للدم والدم يروح يوزعها في جسمك. طيب الاكل بقى اللي مش مهضوم بيروح فين؟ يعني الاكل اللي مش مهضوم اللي جسمك مش عايزه، يعني اكلت قشره حاجه، اكلت بذره حاجه، الاكل اللي مش مهضوم ده عاوزه الجسم بيتخلص منه ازاي؟ الجسم بتاعك بيخزنه في الامعاء بتاعتك، بتخزنه في اللارج انتستين لغايه ما تخش الحمام وتعمل بيه. اوكي، يبقى السوليد ويستس دي هي البيل ستول، هي عباره عن البيل اللي لونه بني ده اللي بتعمله في التويلت. اوكي، يبقى ايه هي السوليد ويستس؟ اتس ان دايجستد فود. ان دايجستد فود يعني اكل غير مهضوم. ستورد ان لارج انتستين، بتتخزن في اللارج انتستين. تيل ات باس اوت ذا بودي، لغايه ما تطلع بره جسمك. وفي ويستس ثانيه الجسم برضه مش عايزها اسمها excretory material. ال excretory material دي السل بتاعتك اللي هي أصغر جزء في جسمك ده بيطلع فضلات، يعني السلز بتاعتك دي بياخد الأكل المهضوم والحاجات الحلوة وبيبقى مش عاوز حاجات، يعني عايز مش عايز، يعني السل تقولك أنا مش عايزة الحاجات دي. يبقى ال wastes اللي طالعة من السل هنسميها النهاردة excretory material. يبقى they are waste inside cell. Body must get rid of it. يعني الجسم لازم يتخلص منها. الاكسكريتوري ماتيريال هي عباره عن ايه؟ نمبر 1 كربون دايوكسيد، يعني السل مش عايزه الكربون دايوكسيد. نمبر 2 نيتروجينيوس ويست. نمبر 3 اكسس سولت اند ووتر. هناخد دلوقتي بالتفصيل، بس انا عايزاك تحفظ دلوقتي معايا ان الاكسكريتوري ماتيريال كربون دايوكسيد، نيتروجينيوس ويست، اكسس سولت اند ووتر. يعني السل مش عايزه ايه؟ السل مش عايزه الاكسكريتوري ماتيريال دي. الاكسكريتوري ماتيريال دي هي عباره عن ايه؟ كربون دايوكسيد، نيتروجينيوس ويست، اكسس سولت اند ووتر. نمبر 1 الكربون دايوكسيد بيطلع ازاي او بيجي لي منين الكربون دايوكسيد ده؟ لما بتنفس الاكسجين واكل الاكل بتاعي بيطلع من جسمي كربون دايوكسيد ووتر فيبر وانرجي. ازاي يا ميس؟ يعني لما باكل، لما بتنفس اكسجين من مناخيري واكل والاكل يتهضم في معدتي، بطلع من النص بتاعتي الغاز اللي بيطلع ده اسمه كربون دايوكسيد، وبطلع ووتر فيبر. ازاي يا ميس بطلع ووتر فيبر من جسمي؟ لو وقفت قدام مرايه وقعدت تعمل كده
كده هتطلع على المراية بتاعتك نقط، النقط دي هي دي الووتر فيبر. يبقى جسمك بيطلع كربون دايوكسيد وبيطلع ووتر فيبر، وكمان بيدي جسمك ايه؟ انرجي. يبقى لما تاخد الاكسجين والدايجستد فود بيطلع من جسمك كربون دايوكسيد، ووتر فيبر اند انرجي. مين اللي بيخلصنا من الكربون دايوكسيد ده؟ يبقى جسمك مش عايز الكربون دايوكسيد ده، مين اللي بيخلصنا منه؟ بيطلع بره جسمي عن طريق مين؟ عن طريق الرئة بتاعتي. لما بتتنفس كده بتاخد اكسجين، لما بتطلع نفس بتطلع الكربون دايوكسيد. So lung get rid of carbon dioxide during exhalation process، يعني عملية الزفير، العملية اللي بتطلع منها الهواء من مناخيرك. يا مين اللي بيخلصنا من الكربون دايوكسيد؟ lung. بتخلصنا منه امتى؟ لما بتعمل انت ايه؟ لما بتطلع هواء من النوز بتاعتك اللي هي اسمها exhalation process. النيتروجينيوس ويست، احنا اتفقنا ان النيتروجينيوس ويست دي فضلات. طب بتجيلي منين النيتروجينيوس ويست دي؟ لما تاكل بروتين، يعني تاكل لحمه، تاكل فراخ، تاكل بيض، اي حاجه فيها بروتين، فبيطلع من جسمك بيطلع حاجتين، حاجه اسمها يوريا ويوريك اسيد. اليوريا واليوريك اسيد دي فضلات الجسم مش عايزها، فعايز يتخلص منها. فهيتخلص منها ازاي؟ مين اللي بيخلصنا من اليوريا واليوريك اسيد؟ مين اللي بيخلصنا من النيتروجينيوس ويست؟ الكلية بتاعتك. الكلية بتاعتك دي لما بتيجي تشرب مية، المية بتلف في جسمك كله، بتنظف جسمك من النيتروجينيوس ويست دي، وتقوم منزلها على شكل البي المية. لما بتخش التواليت مش بتعمل بي مية، هو ده اسمه يورين. يبقى النيتروجينيوس ويست بخلص منه ازاي من جسمي؟ مين اللي بيخلصنا من النيتروجينيوس ويست دي اللي هي اليوريا واليوريك اسيد؟ مين اللي بيخلصنا منهم؟ الكدني. الكلية بتاعتي بتخلصنا منهم، بتنزلهم على شكل ايه؟ يورين، اللي هو البي المية. وجسمك كمان بيبقى عايز يتخلص من الملح الزيادة والمية الزيادة اللي عندك. طيب الملح والمية الزيادة دول بيخرجوا بره جسمي عن طريق ايه؟ عن طريق اليورين اللي هي البي المية برضو. مين اللي بينظف جسمك من الملح والمية الزيادة؟ اليورينري سيستم اللي هو الجهاز البولي، بيخلصنا من المية الزيادة على شكل مين؟ اليورين اللي هو البي المية. وممكن كمان اتخلص من الميه الزياده اللي في جسمي عن طريق جلدي، ان انا اعرق، يعني اعرق اتخلص من الميه الزياده. يبقى السكين اللي هو الجلد بتاعي get rid of excess salt and water in form of sweat، يعني الجلد بتاعي بيتخلص من الميه الزياده على شكل عرق. يبقى دلوقتي انا عايزه اجمع لك انا قلت هنا ايه في السلايد دي. انا قلت لك ان جسمك بيطلع فضلات اسمها نيتروجينيوس ويست. النيتروجينيوس ويست دي اسمهم يوريا ويوريك اسيد. عايز اخلص من اليوريا واليوريك اسيد، مين اللي شاطر اللي في جسمك اللي بيخلصنا من اليوريا واليوريك اسيد؟ الكيدني، الكلى بتاعتك بتخلصني منها عن طريق ايه؟ ان هي بتنزلها في اليورين. والملح الزياده والميه الزياده اللي بيخلصنا منها اليورينري سيستم، عن طريق برضو اليورين. والميه الزياده والملح الزياده جلدي السكين بتاعتي بيخلصنا منه عن طريق السوات، العرق. يبقى السوات اللي بيخرج مني ده، دي الميه الزياده اللي موجوده جوه جسمي، بتخرج عن طريق السكين الجلد، عن طريق غدد موجوده تحت الجلد اسمها سويت جلاند، يعني الغدد عرقيه. الغدد العرقيه دي هي اللي بتطلع الجلد، اللي بتطلع الميه الزياده من جلدي، بتطلع الاكسس ووتر، الاكسس سولت من جلدي. يبقى الغدد دي اسمها ايه؟ سويت جلاند. اوكي، يبقى احنا اتفقنا ان في جلاند اسمها sweat glands، يعني الغدد العرقية produce sweat. sweat glands produce sweat، بتطلع العرق. طيب العرق ده هو عبارة عن المية الزيادة اللي بتطلع من جسمك، يعني جسمك محتاج ان هو يخرج المية الزيادة. جسمك بيخرج المية الزيادة دي على شكل حاجتين، يا اما يورين او اما عرق. يبقى المية الزيادة بتخرج يا اما يورين اللي هو البي المية، يا اما العرق. طيب في السمر، يعني في الصيف، درجة الحرارة بتزيد، يعني بعرق كتير. بعرق كتير يعني بخلص من المية الزيادة عن طريق العرق. يبقى بخش الحمام كتير ولا قليل؟ مش أنا خلصت أهو المية الزيادة عن طريق العرق، يبقى بخش الحمام قليل، يعني بعمل يورين حبة قليلين، يبقى يورين decrease. So in summer، يعني في الصيف، temperature increase، يعني درجة الحرارة بتزيد، sweat increase، العرق بيزيد، يبقى اليورين هيقل، يورين decrease. دلوقتي هبدأ أشرح لك اليورينري سيستم. يورينري سيستم
ده السيستم اللي بيطلع اليورين، السيستم اللي بيطلع البير ميه. السيستم ده بيشتغل ازاي؟ والبي ده بينزل ليه لما بشرب ميه؟ ليه الميه بتنزل لونها اصفر كده؟ عشان هي بتنظف جسمي وبتنزل بالفضلات الحاجات الوحشه وتخرج بره جسمي. يبقى اليورينري سيستم از سيستم ذات كلاريفاي بلاد، يعني بينظف الدم from nitrogenous waste، بينظف الدم من ايه؟ من اليوريا واليوريك اسيد. وبيخلص الدم من ايه كمان؟ الفضلات بيخلصنا من ايه؟ من الاكسس سولت اند ووتر. طيب اليورينري سيستم ده مين البطل بتاعه؟ الكيدني. مين البطل بتاعه؟ الكيدني، اللي هما الكليتين. الكليتين دول هما اللي بينظفوا جسمي. طب الكلية بتاعتي دي موجودة فين؟ في بطني، جنب الباك بون اللي جنب العمود الفقري. يبقى اليورينري سيستم ده موجود فين؟ in abdominal cavity near backbone. in abdominal cavity near backbone. in abdominal cavity near backbone. طب كلمة abdominal ده كلمة صعبة جدا، مش عارفة احفظها. احفظها ان هي abdominal. abdominal. abdominal cavity يعني تجويف البطن. ايه الفانكشن بتاع اليورينري سيستم؟ ايه فايدة اليورينري سيستم ده؟ بيعمل ايه؟ filter blood from excess salt and water, urea, uric acid. يعني بيخلص من الجسم، بيخلص الجسم من الاكسس سولت، من الملح الزياده، من اليوريا، من اليوريك اسيد، من الميه الزياده كمان. اليورينري سيستم ده بقى عندي بيتكون من ايه؟ من تو كيدني اللي هما الكليتين بتوعي، واليوريتيرز واليورينري بلادر. هوريكم دلوقتي دي اليورينري بلادر. اليورينري بلادر دي اللي هي الكيس اللي بيتخزن فيه البول لغايه ما بيخرج بره جسمي. انا دلوقتي بس عايزك تحفظ ان urinary system consists of two kidney two ureters urinary bladder. two kidney two ureters urinary bladder. two kidney two ureters urinary bladder. هي دي الرسمة بتاعت urinary system بالتفصيل. دول التو كيدني بتوعك اللي هما الرئتين، والانبوبتين دول اللي طالعين من التو كيدني، اليورين بيعدي جواهم، ان البي الميه بيخش جواهم يعدي، اسمهم تو يوريتيرز، ودي اسمها يورينري بلادر. ده الكيس اللي بيتخزن فيه البول لغايه ما تخش التويلت. والانبوبه اللي تحت دي، دي انبوبه اسمها يوريثرا. اليوريثرا دي بتعدي البول من اليورينري بلادر لغايه ما تطلع بره جسمك تاني. يبقى اليورينري سيستم بيتكون من كام حاجه؟ دلوقتي على الرسمة هقول لك ثلاث حاجات، وحل الحتة الأخيرة دي الحتة الرابعة. تو كيدني والحتتين دول تو يوريتيرز يورينري بلادر يوريثرا. تو كيدني تو يوريتيرز يورينري بلادر يوريثرا. last time urinary system consists of تو كيدني تو يوريتيرز يورينري بلادر and يوريثرا. دلوقتي هشرح لك كل واحدة بالتفصيل. هنبدأ بأول حاجة اللي هي التو كيدني. التو كيدني اللي هما الكليتين بتوعك. الكليتين بتوعك دول البطل بتاع اليورينري سيستم. موجودين فين؟ موجودين نير باك بون. يعني ايه نير باك بون؟ العمود الفقري بتاعك هو على يمين وعلى شمال، في كلية يمين وفي كلية شمال. So the kidney they are the most important organ in urinary system. يعني هما الأعضاء المهمين جدا في اليورينري سيستم. They are bean-shaped organ. يعني على شكل حبة الفول. Bean-shaped organ. Bean-shaped organ. It locate on both sides of backbone. يعني هما موجودين على ناحيتين بتوع العمود الفقري. الفانكشن بتاعت الكيدني ايه وظيفتها؟ Filter blood from. بتنظف البلد من ايه؟ من اليوريا، uric acid, excess salt. And get rid of wastes in form of urine. يعني بتخلصنا من الويست دي عن طريق البي اليورين. اليوريتيرز اللي هما الأنبوبتين دول اللي بيوصلوا الكيدني باليورينري بلادر. الأنبوبتين دول بيعملوا إيه؟ بيعدوا اليورين من الكيدني ووصلوهم لمين؟ لليورينري بلادر. So ureters, there are two tubes, two narrow tubes. يعني أنبوبتين ضيقين. connected بيوصلوا مين بمين؟ بيوصلوا to kidney with urinary bladder. It transfer urine يعني بتنقل اليورين من to kidney to urinary bladder. اليورينري بلادر دي اللي هي الكيس اللي بيتخزن فيه البول لغاية ما اخش التويلت.
يبقى urinary bladder it's a balloon like sick يعني كيس شبه البالونة balloon like sick receive urine from ureters يعني بياخد البول منين من الureters. ايه الفانكشن بتاعت urinary bladder؟ بتعمل ايه urinary bladder دي؟ بتخزن البول لغاية ما تخش التويلت. store urine temporary يعني مؤقت till get rid of it through urethra يعني لغاية ما تتخلص منه عن طريق الفتحة دي اللي هي اسمها urethra. اليوريثرا دي بقى بتعمل ايه؟ بتعدي البول من اليورينري بلادر لغايه بره جسمك. يبقى اليوريثرا اتس تيوب فروم يورينري بلادر تو اوتسايد ذا بودي. يبقى هنا في السلايد دي عرفنا اليورينري بلادر دي عباره عن بالون لايك سيك بتخزن اليورين ستور يورين، وان اليوريثرا دي بتعدي اليورين من اليورينري بلادر تو اوتسايد بودي. هنا في السلايد دي هناخد بوينتس كده معلومات. يعني number one urine is a fluid of harmful wastes from kidney يعني البيل مية بتاعنا هو عبارة عن fluid يعني سائل harmful wastes يعني من فضلات مضرة. مين اللي جايب اليورين ده؟ الكيدني الكلى بتاعتي. اليورين هي عبارة عن مية بس شايلة فضلات، يبقى هي عبارة عن water containing some excess salt يعني الأملاح الزيادة واليوريا واليوريك acid. يبقى اليورين عبارة عن water جواها ايه؟ excess salt urea uric acid. urine consists of water with excess salt urea uric acid. هنا بيقول لك ان الكيدني بتاعتنا هي اللي بتنظف الدم من الفضلات. طب بتنظف الدم ازاي الكيدني بتاعتنا الكلى بتاعتنا دي؟ بيقول لك ان هي جوه الكلى بتاعتنا فيها مليون انبوبه صغيره جدا جدا بتفلتر الدم. بايتش كيدني في كل كلى من انا عندي كليتين في كل كليه بتحتوي على 1 مليون مينيت تيوبليت يعني مليون من انابيب صغيره جدا ذات فلتر بلاد فروم ويستس اللي بتنظف البلاد من الفضلات. اتفقنا ان الدم اللي مش نظيف هو بيخش الكيدني، الكيدني بتنظفه بيطلع الدم النظيف. يبقى البلاد اللي جواه ويستس اللي بيخش الكيدني بيخش الكيدني عبر ايه؟ عبر الارتريز. لكن البيور بلاد الدم النظيف اللي بيخرج بره الكيدني بيطلع عبر ايه؟ الفينز. يبقى البلاد contain waste يعني البلاد اللي مش نظيف انتر كيدني بيخش الكيدني عشان يتنظف، بيخش منين؟ من الارتري اللي بتبدأ بحرف الاي. لكن الدم النظيف اللي بيخرج بره الكيدني بيخرج عبر الفينز. طيب اليورينري سيستم ده مهم جدا جدا لينا. طب انا ازاي احافظ على اليورينري سيستم بتاعي؟ نمبر 1 لازم تشرب كميه ميه مناسبه، كميه ميه كتير طوال اليوم عشان الميه دي هي اللي بتنظف جسمك كله. نمبر 2 eat healthy and balanced food يعني تاكل اكل صحي ومتوازن. ابعد عن الاريجيشن كانلز يعني ابعد عن الترعه، الترعه دي بيبقى فيها حاجات مضره، بيبقى فيها دوت بالهريسيا مثلا and so on. خش التويلت على طول، ما تخزنش البي جوه جسمك كتير. How to keep urinary system healthy. Number one, drink suitable amount of clean water. اشرب كمية مناسبة من المية النظيفة. Eat balanced healthy food has low in salt. كل أكل متوازن صحي ما فيهوش أملاح كتيرة. Keep away from irrigation canal. ابعد عن الترعة يعني and avoid urinating in them وما تعملش بيه جواها علشان الترعة دي بتعمل أمراض. don't keep urine in urinary bladder for long period يعني ما تخزنش اليورين جوه جسمك كتير لفترة طويلة عشان ده بيضر الكيدني because this is harm kidney يعني بتضر الكيدني. كده أنا الحمد لله خلصت كل شرح شهر إبريل. يلا بينا نبدأ الأسئلة. 47 carbon dioxide and water vapor are released by يعني carbon dioxide وال water vapor بيخرج بره جسمي عبر إيه؟ kidney lung heart عبر الكلية بتاعتي ولا lung الرئتين ولا الهارت قلبي؟ carbon dioxide water vapor. excellent through lung عشان في الاكسليشن بروسس بطلع من النفس بتاعي او بطلع منه كربون دايوكسيد ووتر فيبر. 48 urea expelled by the
يعني اليوريا بتخرج بره جسمي عن طريق ايه؟ heart, kidney, lung، القلب، الكلى، الرئة. excellent، احنا اتفقنا الكيدني بتاعتنا بتنظف الجسم من اليوريا ومن الكرياتينين واليوريك اسيد والاكسس سولت اند ووتر. number 49، each kidney contain about how many minute tubelet in kidney it used to filter blood from waste. يعني في كل كيدني جواها قد ايه انابيب عشان تنظف الدم؟ 1 مليون 2 مليون 1000 2000 good job 1 مليون 2 number 50 point or material that the body must get rid of them. يعني ايه هي المواد اللي لازم الجسم يتخلص منها؟ poisonous excretory material يعني مواد المسممة السامة، يعني harmful excretory material المواد المضرة، fats الدهون، بروتين البروتينات. الجسم لازم يتخلص من مين أول حاجة؟ excellent poisonous excretory material يعني المواد المسممة السامة. يعني number 51 urea and uric acid are produced from breaking down of urea and uric acid. بتيجي من تكسير ايه؟ البروتين ولا فات الدهون ولا كربوهيدرات؟ كربوهيدرات. good job urea and uric acid are produced from breaking down of protein. 52 the skin help the body to get rid of what. يعني الجلد بتاعك بيساعد الجسم ان هو يتخلص من ايه؟ sweat العرق، urine اللي هو البي، carbon dioxide ثاني اكسيد الكربون، water vapor السكين جلدي بيخلينا نتخلص من ايه؟ excellent sweat اللي هو العرق. Okay, number 53. All the following are from excretory material except. يعني كل اللي جاي من excretory material ما عدا مين؟ except يعني ما عدا carbon dioxide, sugar, nitrogenous waste, and excess salts. Excellent. كلهم excretory material ما عدا sugar اللي هو السكر. 54. All the following are from excretory material except كل اللي جاي من excretory material ما عدا مين؟ carbon dioxide, solid waste, nitrogenous waste, excess salt. مين من دول مش excretory material؟ excellent solid wastes. 55 point get rid of carbon dioxide out of the body. يعني مين اللي بيخلصنا من الكربون dioxide بره جسمنا؟ الكيدني الكلى، السكين الجلد، لونج الرئة، هارت القلب. excellent لونج get rid of carbon dioxide outside the body. 56 keeping the urine for long time لما اسيب اليورين جوه جسمي وقت طويل in urinary bladder لما اسيب البي الميه بتاعي جوه جسمي كتير it benefit يعني بتنفع يعني حاجه كويسه of urinary system بتفيد urinary system true or false. excellent false. 57 the kidney have what shape الكيدني ليها شكل ايه؟ بين فول بي بسلة urethra نت مكسرات. the kidney have a bean shape. excellent. 58 urea and uric acid produced from breaking down of what اليوريا واليوريك أسيد بتيجي من تكسير إيه؟ proteins, fat, salt, carbohydrates. good job يوريا and uric acid produced from breaking down of protein. 59 point is a special glands هي غدد special found in skin موجودة في الجلد help in getting rid of wastes بتخلينا نتخلص من الwastes. يعني مين هي الغدة اللي موجودة في السكين في الجلد بتاعي اللي بتخلصني من السويت؟ it called sweat glands or salivary gland or lung. excellent sweat glands. number 70 point are two narrow tubes يعني أبوبتين ضيقين transport يعني بينقل urinary bladder بينقل اليورين يوديها للurinary bladder هنا المفروض transport urine to urinary bladder. يبقى مين هي الأنبوبتين اللي بيعمل transport لليورين؟ مين الأنبوبتين اللي بيوصله للurinary bladder اللي هي الكيس دي اللي بتخزن اليورين؟ urethra
ureters, gallbladder, ureters. Excellent. 61. Point is responsible for filtering urine from the blood. يعني مين اللي بتعمل filter لليورين من البلد؟ مين اللي بتنظف اليورين من البلد؟ urinary bladder, kidney, urethra. Excellent. The answer will be kidney. Question number 62. Is a special gland, يعني هي غدد special in skin secrete sweat. Heart, kidney, sweat glands. Number 63. The nitrogenous wastes are released from breaking down of fat, protein, starch. Of course, protein. هي في أسئلة شبه بعض بس مش هي هي. أنا بجيب لك كل الكلمات. يعني هنا مثلا كلمة released from ممكن حد ما يعرفش يجاوب منها. فأنا بجيب لك كل الأشكال بتاعت الأسئلة. هنا على فكرة السؤال ده جاي في الامتحان كده زي ما هو. Number 64. The skin helps the body to get rid of what? The skin, الجلد بتاعي بيخلي الجسم يتخلص من ايه؟ Sweat, carbon dioxide, urine. Good job. السكين بيخلصنا من السويت اللي هو العرق. 65. The what or the main organ in urinary system? مين هو البطل بتاع urinary system? To kidney, to ureters, الأنبوبتين دول اللي بينزلوا للبلادر ولا اليوريثرا الأنبوبة اللي تحت خالص؟ Excellent. The main organ of urinary system, it's to kidney. Number 66. The kidney are the main organ in which system? الكلية بتاعتي هي مهمة جدا في أنهي system? Digestive, circulatory, urinary, nervous. Excellent. The kidney is a main organ in urinary system. 67. Point carry urine from kidney to urinary bladder. مين اللي بياخد اليورين من الكدني للurinary bladder اللي هما الأنبوبتين بتوعي؟ It's called what? Arteria, atria, urethra, ureters. It's called ureters. Okay. Number 68. It's a tube extend from urinary bladder. Urinary bladder اللي هي الكيس ده اللي بيخزن اليورين. من فوق هنا كان فيه الـ 2 ureters ولا تحت دي اليوريثرا. تعال نشوف. It's a tube extend from urinary bladder. يعني هي أنبوبة طالعة من urinary bladder and open outside the body. يعني بتودي لبرة الجسم. It's called ureters, urethra, kidney. Excellent. It's called urethra. 69. Point or indigested food stored in large intestine until it pass outside the body. يعني مين هو الأكل الغير مهضوم اللي بيتخزن في الأمعاء الكبيرة لغاية ما خرجها بره جسمي؟ Excretory wastes, cell wastes, solid waste, carbon dioxide and water vapor. مين هي الطعام الغير مهضوم؟ Excellent. The answer will be solid wastes. The excess salt or expelled outside the body through what? الملح كتير، الملح الزيادة بيخرج بره جسمي عبر ايه؟ Urinary system اللي هو الجهاز البولي بيخرج على شكل B، ولا skin الجلد بيخرج على شكل عرق، ولا heart ولا A and B يعني urinary system and skin. Excellent. The answer will be A and B. 72. The urinary system expels the nitrogenous waste in form of. يعني urinary system بيخلصني من الwastes دي اللي هي اسمها nitrogenous wastes على شكل ايه؟ على شكل urine ولا على شكل sweat ولا على شكل blood ولا water؟ urinary system بيطلع ايه؟ بول ولا عرق ولا دم ولا مية؟ Excellent. The answer will be urine. 73. Your body can get rid of some excess salt and water through. يعني جسمك بيقدر يخلص من الملح الزيادة والمية through skin الجلد ولا lung الرئة heart القلب artery. Excellent. عن طريق السكين بيطلع sweat عرق.
74. Point system clarify blood from urea, uric acid, excess salt and excess water. أنهي system اللي بينظف الدم من كل ال wastes دي؟ urinary system, digestive system, circulatory, respiratory system. Excellent. Urinary system. Number 75. Urinary system is located in, يعني موجود في أنهي cavity؟ chest cavity يعني في صدري، abdominal cavity يعني بطني، mouth ولا ABC؟ The answer will be abdominal cavity. تجويف البطن. Number 76. The urinary system consists of all the following organ except يعني urinary system جواه كل الأورجانز دي ما عدا مين؟ urethra, kidney, ureters, gall bladder. Excellent. الجال بلادر احنا ما اتكلمناش عليها خالص ومش موجودة في urinary system عندنا. Now we will answer number 77. يلا بينا. Point locate on both sides of backbone. العمود الفقري بتاعي هو. وإيه الاتنين اللي موجودين جنب العمود الفقري يمين وشمال؟ To kidney, urethra, urinary bladder, heart. Excellent. The answer will be to kidney. Good job, Junior. 78. Point is responsible for storing urine temporarily. يعني مين المسؤول ان هو يخزن اليورين مؤقتا لغاية ما تخش التويلت؟ ureters, kidney, urinary bladder and urethra. ها مين اللي بيعمل storing لليورين؟ مين اللي بيخزن اليورين؟ excellent, urinary bladder. Number 79. Swimming in irrigation canal cause which disease? بتعمل انهي disease؟ good job. اوكي طبعا ما ينفعش ان احنا نعوم في الترعة عشان بتنقل لنا امراض كتيرة. To maintain the urinary system healthy you must follow all the following except يعني عشان تحافظ على urinary system لازم تعمل كل اللي جاي ما عدا مين. Drink a suitable amount of water تشرب مية كويسة. Urinating in irrigation canal يعني تعمل بيه في الترعة. Avoid keeping urine for long time يعني ما تخزنش اليورين لفترة كبيرة جوا جسمك. Eating balanced food low in salt يعني تاكل أكل صحي ما فيهوش أملاح كتيرة عشان تحافظ على اليورين سيستم. تعمل كل ده ما عدا إيه؟ أوكي urinating in irrigation canal يعني ما تعملش بيه في الكانلز. أنا كده خلصت حبايبي منهج شهر إبريل. بالتوفيق والنجاح يا رب. وهستناكم على الجروب بتاعي تقولولي ان الامتحان جه سهل جدا جدا وكله من الشيت بتاع كيمس. Goodbye.